ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان دكتور هلال دليمي المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور هلال. نبدأ من تصريح علي الأديب عضو حزب الدعوة الذي قال إن حزبه لن يتخلى عن رئاسة الحكومة، ولكن أين الدستور وأين ما يسمى التداول السلمي للسلطة من هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولمشاهدين قناة الرافدين. أكذوبة الديمقراطية وهذه الدعايات التي أتوا بها هي كلها أصبحت حقيقة مكشوفة بالنسبة للشعب العراقي. هم مستأثرون بالسلطة، والرجل يقول ما سيحصل، يعني لم يتنبأ عن شيء ولا يريد أن يستبق الأحداث إلى ما، لكن هذا مآلات محسومة منذ البداية، وهذا أكبر دليل على فشل العملية السياسية التي لا زال البعض يقول نريد ندخل لكي نغير. الأمر ليس بالطريقة الإعلانية أو بالطريقة الإعلامية التي يسوقون أنفسهم بأنهم أتوا لخدمة العراق، أتوا لسرقة الشعب العراقي. الآن هناك اتفاق شبه كامل من قبل كل الخيرين في العراق على عدم مشروعية انتخاب هؤلاء وعدم مشروعية الانتخابات بالكامل. فبالتالي الذاهبون الى هذا القدر الفاسد سوف لن يغيروا شيئا الا ان يزيدوه فسادا او يكتسبوا من فساده ما يلوث سمعتهم وتاريخهم، وان كان لهم حقيقه شيء حسن سوف يذهب، لانه الاختلاط بما هو نجس سوف يجعلك تحصل على النجاسه اوتوماتيكيا. تصريح علي الأديب انا في تقديري هو اعتراف صريح على أن الكراسي مقسمة وأن المناصب مقسمة، وهذه الصراعات فقط من أجل إنهاء الشعب العراقي ومن أجل أن يصعدون مرة ثانية إلى الحكم. تستمر هذه المهزلة بنفس الأسلوب. الدستور العراقي طيب دكتور هلال، عفوا، حقية لحزب الدعوة أن يكون هو إلى قيام الساعة هو اللي يستلم رئاسة الوزراء أو رئاسة الحكومة، ولا أنطلي أي شخص، ولكن هذا واقع الحال الذي تفرضه إيران وتفرضه العملية السياسية. صحيفة الحياة اللندنية أرجعت زيارة العبادي الأخيرة إلى كردستان العراق إلى تطلعه للحصول على مقاعد انتخابية من كردستان. هل يستطيع العبادي الذي حصرت قواته كردستان أن ينال ما يرغب؟ أنا لا أعتقد أنه هذا الهدف يعني ذكي بالنسبة للعبادي أن يذهب إلى كردستان ليحصل الأصوات، إلا إذا أمرت إيران أتباعها في كردستان، وإيران لها أتباع في كردستان، أن ينتخبوا هذا الشخص أو هذه الجهة كما فعلوا في قضية كركوك، وأنتم تعرفون كيف حصلت العمليات الانتفاخ والانسحاب وما إلى ذلك، لأنه العبادي لا ما ذهب بمشورته وإنما ذهب بمشورة إيرانية للذهاب إلى هذا المنطق، ولكن بالمنطق البسيط أنه لن يحصل على شيء من الأكراد في انتخابات. لكن البعض يقول أن هناك صفقة بينهما، يعني يمكن أن يمرر العبادي مثلا رغبة الأكراد في منصب رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب حتى كما يرغب الاتحاد الوطني الكردستاني. إذا كانت الأمور بالصفقات فعملية أخذ وأعطي هذا الموضوع لا يخضع لرأي الشارع الكردي. أنا أتكلم عن الناخب الكردي ولا أتكلم عن السياسيين الأكراد، أتكلم عن الشارع الكردي يرفض هذه المساومات ويرفض هذا التطلع، وهو كاره حالة كحال الشعب العراقي لكل هذه الزمرة الحاكمة في العراق لأنها أزكمت الأنوف من فسادها. أما إذا كانت التحالفات والنظام الصفقات هذا الكلام هو بعيد عن المواطن العراقي، بعيد عن المنطق، بعيد عن كل شيء، لأن كل ما يجري في العراق هو معاكس لطبيعته بطبيعة الحال. فالبيع والشراء هذا هو السلعة الرائدة في الانتخابات وفي المناصب منذ 2003 ولحد الآن. نعم، أشكرك الشكر الجزيل. إذا من عمان دكتور هلال دليم المحلل السياسي.